ونشوفهم ونشوفهم ونطمن عليهم ونطمن عليهم ونعايدهم ونعايدهم. انت شو اسمك؟ يوسف. شو اسم حارتك بالشام بسوريا؟ نعم المنطقة بسوريا. انت من وين؟ ما بعرف، ما سألت امي. والله عم نام بالله، عم فيق بالله. بتعرف انه نحن واللي اصغر منا بيعاني على انه انتو كثير سريعين بالحياة. انتوا اللي بتقولوا يلا 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 يلا. انا مالي سريع، انا بطيء، مالي حابب تعب حالي. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. شو اسمك؟ حلا بارا. حلا؟ بارا. بارا، يا عين على الاسم. شو هاد؟ هيك موسيقي، حلا بارا. أنا وين شايفك؟ ولا برني. أنت مالك شايفتيني أكيد؟ لا، أول مرة بنلتقي. إيه. انا يعني وقت اللي قال لي دكتور جمال بدنا نطلع هيك وهيك وهيك، يعني ما صدقت حالي الا انه موجود. هلا انا ما بعرف وين رايح، وين انتوا رايحين؟ رايحين على دار الايتام، يعني على مستشفى الاطفال. ايوه والله زياره بدها تكون هيك، بدها. انتوا شو حاطينك لازم نكون تشوفوا؟ ايه انت شوف يعني اولاد اليتيم وطيب لهم قلبهم. ايوه ايه، لاني زعلانه عليهم. ونفرح معهم. يعني نحط لهم سفرة حلو وفواكه. حلو وفواكه، يعني في أكل. أي. ما؟ أي. ولبس ودنيا وما بعرف إيش وورد و. أي. شكرا حلا. وين رايحين مايا؟ رايحين مشان بدنا نزور الأطفال بملجأ الأيتام، بدنا نوزع لهم كمان، بدنا نزور الأطفال اللي بالمستشفى، رح نوزع لهم كمان ورد. وكمان رايحين على تبع العجازة مشان نزورهم. كمان بسن ايدهم هيك مثل مبسوطين للروحه اكثر ما يعني بدكم تحكوا. كنت بس تروحوا مبسوطين لانه رح نفرحهم لليتامى، لانه كمان يلي بالمستشفى ما عم يقدروا يروحوا لمكان يعيدوا، نحن بنروح لعندهم بنعايدهم. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. شو البنات اشطر بالحكي؟ لا طبعا. الصبيان وين مشوار؟ عم بسألها فهي تلبكت شوي. ها المشوار هو شيء على المشفى، بعدين على المشفى الثانية، بعدين على دار الأيتام، بعدين عند هذاك محل ما بيناموا فيه الختايرة. انتوا بتعرفوا الأمكنة ولا بس بالاسم؟ اسم؟ الأمكنة بتعرفوها بس بتعرفوا انه شو في هون؟ ما بعرف، ما بعرف شو اسم المكان وما قالوا لي شو اسم المكان. بس المهم رايحين انه انتوا راح تشوفوا أطفال وراح تشوفوا مسنين. مبسوطين بهي أول مرة؟ ايه. اول مره بتطلعوا هيك شيء؟ انا اول مره، ما اول مره بروح على المشفى. ايه. بس اول مره بطلع لعند دار المسنين او هيك. ايوه، او بهيك يعني نشاط، يعني بهيك نشاط. لا حلو الواحد يبدا يعني، ما حلو يعني يبدا مشان يصير عادي عنده، كل فتره بيطلع بيعمل زيارات بيعمل. يا حلو، بس لازم الشخص يحطوه قدامه هيك سربرايز فجاه، عشان هو زلمه ما هيك ما يعمل بروفا او الشغله، عشان ما يعمل تدريب، عشان بيتخربط كل شيء. طبيعي يعني، يعني بدون ما يكون في تحضير. عشان ما يتغرد، كل شيء تعلمه بنساه. رايحين على دار الايتام عشان نفرحهم. يا عيني يا عيني. شو اسمك؟ نغم. قديش عمرك؟ 10. شو حتاخذي معك انت لعنده؟ راح اخذ ورده واسلمهم اياها. طيب هلا انت طالعه مع مين؟ رفقاتك؟ ايه رفقاتي وامي. ايوه حلو. وامهات رفقاتي. يا عيني عينك. في اغراض كثير يعني؟ في متعبه القصه؟ حاسه فيها مشوار هيك صعب؟ لا. بالعكس، حيفرح الاطفال ودار العجزه. موعودين كنتوا من زمان انه تطلعوا الطلعه، يعني من 10 ايام 20 يوم. ايه حلو. الواحد يعني وقت اللي بياخذ شغله معه هيك ويشوف ناس ويتعرف على ناس مكسب. ونفس الوقت بدخل البسمة على وشه. هلا هون شو جمعية منظمة جروب؟ شو في هون؟ يعني لمة بدك تتعرفي شوي شوي انه ما. اهلا وسهلا فيكم، يلا كمان احنا مبسوطين فيكم والله. هلا نحن وين رايحين؟ على دار الايتام. يا عين، شو بدنا ناخذ معنا؟ ورده. ورده، يا ورده انت. ايه
وتنتقلوا من مكان لمكان ولا بس قرنة واحدة رايحين؟ لا ننتقل من مكان لمكان. حلوة الرحلة معناته اليوم. حلوة. تدفعوا مصاري؟ إذا تدفع مصاري بندفع الحين. إذا بدهم يعني ندفع. فكر ما فكر أنا أدفع مصاري. إيه بنتبرع تبرع هيك بلاش. أنت بدك مصاري؟ ما بدي. معك أنت مصاري؟ آه. زنجيل أنت معك مصاري؟ إيه. يعني هلا إذا جو واحد قدم لك وردة شو الشعور اللي عندك يعني هيك؟ فرح. ما عم برضى ما عم برضى وقت نروح لش مكان يلا 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 شو الحل؟ ايه كل دقيقة يقولوا لي يلا ايه يلا يلا والله عم نعمل يلا عم فيق باليلا. بتعرف انه نحن واللي اصغر منا بيعاني على انه انتو كتير سريعين بالحياة. انتو اللي بتقولوا يلا 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 يلا. والله انا مالي سريع انا بطيء مالي حالي بتعب حالي. حلال عليك يعني بدك تحافظ على الخلايا ولا هي مشان الواحد ايه يضلي هيك مريح حالي ما بدك تعب حالي. بتقول كلمتك يعني؟ شو بدي اقول؟ يعني انه في شيء بذهنك بدك تقوله ولا بتتردد انه يزعلوا او شيء؟ والله شو بدي اقول ما بعرف، بس بدنا نروح لشي مكان ما يقولوا طول الوقت يلا، ما ينامونا باليلا ما يفيقونا باليلا. ايه يضلوا يقولوا، بس انت وقت بدك تقول، ايه. يعني بتعمل حساب انه يزعلوا او شيء ولا تقول؟ بقول لا تقولوا يلا، بس قولوا شو ما بدكم. لا تقولوا يلا، بس قولوا شو ما بدكم. ايه. حلو الشعار هذا. ايه. جينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وما رحتوا وما مرتاح من الشغل ولا صعب؟ الحمد لله رب العالمين. في كل شغل يعني صعب. ايوه في صعبه سهله يعني الحمد لله رب العالمين على كل حالنا. هلا نحن انطلقنا من وين؟ هي المنطقه شو اسمها؟ هون؟ ايه جركله. اها شو بتبعد عن المدينه بورصه؟ شنو؟ البعد المسافه. ايه. المسافه كم يعني تقريبا نص ساعه. اها تمام. هذا يعتبر يعني ريف المدينه. إيه قبل ريف المدينه هلا مع مدينه صار بس بعيده شوي. ايه بس منظم يعني اكثر. 25 كيلومتر تقريبا على مركز. نعم. كم منطقه حوالي بورصه؟ كم منطقه؟ دائره 17. نعم. اها في أورهان غازي، عثمان غازي، يلدرم، إيناغول، كذا يعني في 17. في مناطق جبلية يعني تطلع. جبل في إيه نعم. جبل العظيم. عظيم موجود. إطلالي على بورصة. تطلع على تلفريك، بعدين على فوق. رحتوا أنتم؟ طلعتوا؟ عجبكم؟ ايه من زمان. ايه من زمان. اه. بلال، ما رحت على الشام؟ ولا كنت رايح ما صار نصيب. كنت قبل 13 سنة كنت رايح ما بأستاذي قال نحن رايحين لهناك نتعلم العربية إن شاء الله. بعدين كنت رايح ما صار نصيب كذا يعني إن شاء الله بعد بدي يعني بعد إن شاء الله بخلص الأزمة حرب بإذن الله تعالى رايحين إن شاء الله ونزور ضريح بلال الحبشة إن شاء الله. صلاح الدين أيوبي بلال الحبشة كله. الإنسان يريد على كل الدنيا يشوف كل الطارية كل المدنية على كل شيء. يعني السوريين هلا بوضع صعب. وضع صعب السوريين هلا. وضع صعب. إيه هجرة و... إيه والله هجرة. إيه بالسورية أزمة كل يوم براميل كل يوم مثلا حرب. يعني نتمنى من الله أنه يفرج علينا وعلى جميع أمة محمد أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله. أضحى مبارك إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير. زيد وين وصلنا؟ ليك وين يعني؟ على المشفى. على المشفى. هاي الم... شو؟ لسه ما بلشنا. عم بسأله تلاقي عم بيسعل هون على المشفى ما هيك؟ شو رح نساوي؟ رح نعطي للأطفال ورد يعني محبة. حلو.
الله يعافيكم وعيد مبارك بالتركي. ان شاء الله عيد مبارك. ايه احنا حكينا معك؟ نعم. لا نسينا نحكي معك، شو اسمك؟ عمران. اه يا عمران، يا عمران تعال نقربك قدام الكاميرا. يا عين حلو الواحد ما بيحكي مقابله ويقول شو عم يساوي وين رايح وين جاي. اي يعني انسان بيفرح لما يشوف هيك انسان، يعني شعور حلو. يعني مو متعبة، مريحة ما؟ ايه. هلا رح تفوتوا على المستشفى كل واحد بقى. يعني انا كثير بنبسط لما اعمل هيك اشياء. ايه. هذا هيك لحالك انت شلون قالوا لك لحتى اجيت وكذا؟ يعني هلا انا صغيرة ما كنت بقدر اجي بس طافوني. ايه. يعني معناته اهلك قالوا لك يلا روح؟ ايه. سألت وين بدنا نروح شيء؟ استفسرت ولا دغري رحت هيك دغري؟ يعني سألت شو فيه وهيك، لما سمعت هيك شيء كثير انبسطت انه هنعمل هيك شيء. عجبتك الفكرة؟ كثير. خاصة بالعيد. يعني كثير سعيد انه هعمل هيك شيء. تمام. وين هلا رفقاتك كلهم؟ شو؟ كنت تقولوا؟ يلا شو حتقولوا؟ احنا كثير فرحانين لانه بالجنة رح ناخذ حسنات وكمان رب العالمين رح يفرح منا. وصلنا على المستشفى هون، شو رح نلاقي جوات المستشفى؟ اولاد. ايوه. ايه بدنا نقدم لهم وردة الا بالتركي يشمش ولصن كمان الا عيد مبارك. يا عين يا عين. شو؟ جاهز انت؟ هي شو هي؟ كولونيا. هي كولونيا. كولونيا. مشان يعني اذا في شيء كذا. الكمامات ظريفه ما حلوه، ريحتها حلوه هيك الاصول ما. انت كيفك؟ الحمد لله. انت هربتي من الكاميرا ما؟ ايه. ليش تهربي من الكاميرا؟ ما بعرف، ما لي حب اطلع. ايه الواحد ما بيحب الظهور يعني كثير. يعني اذا حكى له شيء كلمه بيقول ليش هيك حكيت، ليش هيك عملت، وليش. بس ما إلك رأي أنت بالجولة هاي بهذا النشاط؟ إيه عندي حابة أجي، حابة أشوفهم أخذ فكرة، شوف حالي قديش أنا الله عطاني قدرات أحسن، أشكر على الله بهذا الوقت. وتجربة هيك الواحد يعني يطلع. ما بعرف إيش ما بدي أطلع. إيه يعني هلا بعد العيد بعد هاي الجولة الواحد بيصفن بيقول شو ساويت شو عملت بصير جولة ثانية بيقدم أكثر. عندك ملاحظات على النشاط هذا؟ يعني كثير مبسوطة أنا حشوفهم، حأتشكرهم، حقول لهم قيش مش وصل، إيكي بارسنا في تعالجوا، ما في شيء تاني. ما سألناك شو اسمك؟ لونا. هلا لونا، الله يعطيك العافية يا لونا. أنت كيفك؟ الحمد لله. شو هالربطة هي؟ مين بزبط لك إياها؟ أمي. يا عين، هيك دغري مباشرة تعطي راسك. يلا. ايه؟ تلبسي لحالك عادة ولا امك بتلبس؟ لا انا بلبس. انا كبرت عاد. الربطة غير. ايه الربطة غير. وبتسألي امك عن كل شيء. ايه. شو بتشوفي بتسأليها؟ الواحد بحب يتعلم. ايه بسأل كل شيء، احيانا بسأل سؤالات يعني بلا طعمة. معقدة. ما لها جواب. نعم؟ بتحسي بحالك بعد ما تسألي بتلاقي السؤال هذا مو مطرحه. ايه. ترجعي بالصحيحي. ايه. هلا هي الجوله هي صحيه يعني الواحد بشم هواء ما بيعمل هيك شغل حلو بيشوف غيره بيتعرف. ايه. اول مره بتشاركي بهيك نشاط؟ ايه اول مره بشارك. خلص معناته اصبح النشاط الثاني دغري مباشره بدنا. ها؟ يعني النشاط الثاني دغري بنوافق. ايه. شو اسمك؟ انا اسمي شام. شام والله حلو اسمك. مين سماكي ابوكي ولا امك؟ ايه ابي ابوي. ايوه. وامك قالت اوكي. ايه. ما؟ ايه. اي صف شام؟ هلا رح فوت على السادس. اها. على السابع. فتي على السابع؟ فتت على السابع. بتطلعي من السابع؟ بطلع السابع بتفوتي على الثامن. وشوي شوي للجامعه. ايه. شو الامنيه بالحياه؟ شو ناويه هيك؟ شو يعني؟ شو بدك تساوي؟ يعني شو اللي بيخطر ببالك تساوي؟ بدي اطلع مثلا برات تركيا هيك جزمك. يعني على العالم اوروبا كذا. ايه. امريكا. ايه. انت شو اسم حارتك بالشام بسوريا؟ نعم. المنطقه بسوريا انت من وين؟
ما بعرف، ما سألت أمي. يعني ما قالوا لك إنه أنت من أي محافظة، من أي حارة، من أي منطقة؟ أنا ولدت بالشام. بالشام؟ إيه. شو اسم الحارة اللي ولدتي فيها؟ ما بعرف. أبدا. ما بتشوفي على اليوتيوب، بتشوفي كذا أنت؟ ما شفت. ما بيخطر بالك تسألي إنه أنا وين ولدت، وين حارتي، وين؟ ما سألت ولا ما. إيه. هو يعني لازم الواحد يعرف. إيه. يعني أفضل. يعني الواحد بيعرف حاله إنه مين كان ساكن بالحارة، شو اسم السمان الفلاني، شو اسم المشفى، أيوة، شو اسم المستوصف، شو اسم المدرسة، شو اسم الدكتور، شو اسم الدكتور، شو اسم المدرسة. من وين؟ من سوريا. من الشام. من الشام. وين بالشام؟ على اليمين على اليسار؟ والله ما بعرف، ما سألت أمي. ولدتي وين؟ بالشام. بالشام. وين ولدتي؟ بأي حارة؟ ما بعرف. ما سألتي؟ لا. ليه؟ ما خطر ببالي؟ لأنه كنت صغيرة وقت كبرت اجيت على تركيا وما خطر ببالي. أيوة. ما بتشوفي مسلسلات؟ ما بتشوفي كذا وسورية؟ ما بتفرج مسلسلات سورية، بس أحيانا كنا أنا وأبي نتابع نفتح كعائلة، بس أنا مو كل هالقد بحب. يعني دراسة؟ أي. ورفقاتك واهتماماتك؟ أي. يلا هيك ان شاء الله انتوا بكره تكبروا وترجعوا لسوريا ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. رايحين على دار الأيتام. رايحين. وصلنا نحن؟ لا، فايتين على دار. فايتين. قريبة با الأراني؟ ايه. يلا تشرفوا. ليش انتي وردة واحدة وكلهم وردتين وردتين؟ ما بعرف. حظك. يلا هي صحن الحلو لحاله كله معي. هي المحطة الثالثة الرابعة شو؟ الثالثة. الثالثة والأخيرة؟ ما بعرف. ما بنعرف. يلا شو كأنه اليوم بتفوتوا لجوا، يعني حضرين حالكم، شو بتكون تقولوا، شو بتكون تحكوا؟ أنا بدي أقول لهم كربا بارم وكتلالسن. تمام. والله حالة لازم تكون مراسلتنا نحن هون بالبعثة، ما خلي تكوني مذيعة. أي. يلا مسكي الميكروفون لشو قولي نحن مين نحن وين رايحين. بس هي أنا حلا، هلأ رايحين عند العجزة ونعيد عليهم لهم كربابا يرمون كتلو والصنوز، وكمان رحنا على دار الأيتام وهي ثالث محطة، وهلأ نروح ومعي رفقاتي وأمهاتهم أمي. جينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم، نمشي وياكم الله يهون مسعاكم. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. أول شيء بيتشكر مجيئكم هون بهذا دار المسنين. في أكثر من 720 مسن موجود هون. في كثير من النشاطات عم تنعمل هون مثل السينما والنشاطات الترفيهية الثانية. رغم الضغوطات الموجودة بفترة العيد حبينا نستقبلكم ونقوم بواجبكم. سينما، كونسر، kendi aralarında teyzeler ve amcalardan oluşan korolarımız var. Sizleri burada أحب أعرفكم عن نفسي. قبل فترة من الفترات كنت رئيس لبلدية فيها أكثر من 800,000 شخص. ضليت بهذا المنصب لمدة 10 سنوات. بلدية başkanlığından بعد التقاعد من رئاسة البلدية انتمى لهذا المكان بمساعدة 60 موظف لحتى يهتموا ويعطوا قيمة للأشخاص الموجودين هون المسنين.
Burada onları sadece المكان هذا مو بس مكان نحن بننطمي فيه المسنين. رغم هيك نحن كثير مهتمين بهذا الموضوع، المسنين الغير قادرين على اطعام انفسهم في موظفين بيهتموا فيهم وبيطعموهم. في سؤال لنا نحن كسوريين انه موجودين في تركيا، يعني بيعملوا جاليه، بيعملوا رابطه فنانين، بيعملوا رابطه صحفيين، بيعملوا في حدا ممكن يفكر سوري يعمل دار للمسنين السوريين؟ هذا في صعوبه بالنسبه للقوانين بتركيا. Burada zaten şu anda bizde yabancılarda kalabilmekte. في كثير من الاجانب هون بدار العجزة بشكل عام من كل الدول تقريبا. عم يقول بالنسبه لهذا الموضوع حتى هو ممكن يكون مساعد بشكل شخصي. احنا بنشكره كثير على استقباله وعلى الشيء اللي نشوفه نحن قدامنا حضاري، وهذا تاريخ تركيا باهتمامه بالمسنين قديم مو جديد يعني. Çabalarınız ilk önce çok teşekkür ediyoruz. Türkiye tek şimdi değil, daha eski çağda diyelim hep öndeydi bu konuda ve çok teşekkür ediyoruz. Ülkenizin birçok şehrini gezmiş bir insanım. Komşumuz tabii ki. Pardon, bir daha. Suriye'nin birçok yerini gezmiş bir insanım. حضرت زار كتير مناطق بسوريا في عم يقولوا انه نحن جيران. نحن سالنا كل شيء بس ما سالنا عن اسمه ما her şeyi sorduk diyoruz. Adınızı sormadık. Adım Doktor Özgen Keskin. Şükür. Şükür. Tamam, ben dağıtırım isterseniz. Şurada hafif sağ. Sayın Doktor Özgen Keskin. لوين رايحين؟ عشان لبروس. تعبتوا اليوم ما؟ لا كثير استليت. ما؟ الواحد مبسوط مطار. ايه. لو في مطر. عن جد. حلو المطر. حلو. شو بردان؟ لا مو بردان. ما في برد. لا الحمد لله. رحمة الله. نعم. هلا هذا مجمع ها؟ يعني في مجمع. سكن الطلاب. سمعنا مخيم بعدين هو سكن طلابي بعدين. سكن الطلاب بعدين عشان مشان الأوكرانيين. الأوكران. طبعا عوائل فيه نعم نعم والله مظلومين يعني المنطقه هون شو هون الجامعه الجامعه اولوداغ يونيفرسيتي نعم اصله قرم تركيا قرم من القرم قرم ايوه ده اخسكا تركلير var هون موجود اتراك الاخسكا اخسكا بالاوكرانيا موجودين نعم. شو رايه بالجو هيك الصغار والاطفال عم ي ما düşünüyorsun bu şey hakkında bu durum hakkında ne düşünüyorsun fikir nedir yani Allah'a şükür yardım ettiler bize çok kıyın vakti Türkler bize yardım verdiler yani alhamdulillah bu Türkiye saadna yani هناك في مجزرة كتير يعني حرب الحمد لله دخلنا هون هذا يعني وضعنا الحمد لله كويس الان العدد بيعرف انه قديش في عالم فاتك شو والله مشون بينادي شندك بكم 600 700 هذا قبل في 1000 هلا موجودين 600 700 شخص نعم فترة طويلة يعني من ايه زمان لما رجلدنس بيزن دي 4 يارم اي 4 اي موجود 4 يارم 4 اي 4 شهور نعم يعني صح لو بعاد بس الطبيعة حلوة هون و... نعم الحمد لله حلوة ايه ما في أي مشكلة يعني يعني في خدمات نعم خدمات أحسن من حرب أحسن من حرب شو نسيتي شو نسيتي في حدا نسيت كرت هذا الكرت يعني ما فتي لجوا ايه ايه شو شفتي ايه شفت أطفال ايه أطفال أبهات يعني عيال ايه وضيفتوهم شيء ضيفناهم حلو وقدمنا لهم وردة هلا هون كأنه يعني مو أتراك أو سوريين هون شو هون كوريين أوكراني أوكران أوكران هون وكمان يعني أظن إنه هذول فرحانين لأنه يعني إذا كانوا وحيدين صار عندهم رفقات وهيك أهل لأنه راحوا على هذا المكان يلا معناته ما حنضوع عليك وقتك مشان تروح تشوف فيه انا خلصت قدمتي كل شيء ايه قدمت صحيح حلو كمان قدمت لهم لكل واحد ورده جزاك الله خير
الجلدلير بزجي الصدقة زمزم سوى الجلدلير خرابيلير فيني كاك. الله يجزيكم خير على التمر وعلى الحلويات وعلى مية زمزم، شكرا كثير لكم على الحمد لله بس شوق رازمس شوق صغولنس راضيين نحن وكثير تسلموا وان شاء الله يعني باوقات ثانيه نلتقي فيه ولسه بنكون اكثر هيك ان شاء الله باشكا زمان لردا قروش جاز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شوق صغولنس تشكر يا ترى بالنسبه لها هي عندها بناتها جايين معها اولادها أوكرانيا جلدخ مسلمان مس قرم تاتارلار مس نحن كلياتنا اجينا من اوكرانيا من مسلمين التتر باوكرانيا من القرم بالنسبه لها هي اللي حواليها بيقربوها اولادها كذا بالله سيزين اقربالار نزمه يو بزم اقربالار مس يفدي قالد بولار باشقالارن كي اما بزم اركا تشوجوكلار مزو قرايبيننا اولاد رفقاتنا اللي اجوا معنا لهون اهالينا في بعض منهم لساتهم جوا لكن اي نعم كلياتنا اجينا ومعنا اهالينا عني لروار بير كورانتا ولدك بير عائلة ولدك في هذا المخيم كلياتنا صرنا عائلة واحدة وصرنا ناس واحدة الحمد لله اهلا وسهلا فيكم كل عام بخير شكرا جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم